بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، ينطلق الشوط المميز، شوط يحمل في طياته الأسامي، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للإخوة المشاركين. الشوط الحادي عشر دائما وأبدا ينقل أحداث جميلة ومميزة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. شعلة في المركز الأول، عبد الله بن حميد الجابري، النقلة على المركز الثاني اللي في المركز الثاني حشيمة خليفة بن محمد بن قحيد، بينما المركز الثالث اللي في المركز الثالث ملوح خليفة بن عبيد الحميري، جبارة في رابع المراكز عيد بن محمد المري. انتقل وياكم الى المركز الخامس، اللي في المركز الخامس السيد سعيد بن محمد بن ابراهيم. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النداء للمراكز الخمس، دعناها عليكم بالوفا والتمام، ونحن نسير ونعود، والعود احمد الى مقدمة الشوط. حشيمة هي التي غيرت على المركز الأول وتعود ملكيته خليفة بن محمد بن قحيد، النقلة على شعلة في المركز الثاني عبد الله بن حميد الجابري، جبارة تصل في ثالث المراكز، وسعيد بن محمد المري، النقلة على المركز الرابع عجيبة حمد بن محمد الغويص، المركز الخامس هناك في المركز الخامس القاهرة، وخليفة بن محمد بن قحيد. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة، هكذا كانت النتيجة. يا سلام يا حشيمة، مسيطرة حشيمة، صامدة حشيمة على مجريات الأمور وعلى كوكبة المركز الأول، ولكن جبارة تقترب، جبارة تقترب بالحقيقة، تبغي تعيد إنجاز الأسبوع الماضي للسيد سعيد بن محمد المري، النقلة على شعلة عبد الله بن حميد الجابري في المركز الثالث المركز الرابع، هناك اللي هي مياس سالم بن شاهين، بينما المركز الخامس اللي في المركز الخامس حمد بن محمد الغويس. ها هي النتيجة، يلا يا مياسة، ما شاء الله يا حشيمة، مسيطرة حشيمة، جبارة حشيمة، حشيمة وجبارة. تهانينا والناموس للسيد خليفة بن محمد قحيد بمناسبة فوز بالمركز الأول. المركز الثاني جبارة سعيد محمد المري، المركز الرابع لسالم بن شاهين، المركز الخامس اللي في المركز الخامس أيها الأخوة عند اللجنة المنظمة. تهانينا والناموس، والتوقيت الزمني 2:24 ثانية 8 جزء الثاني. تهانينا والناموس لخليفة بن محمد بن قحيد.